فريق بكلية الهندسة جامعة اسكندرية اسمه أليكس إيجلز فاز بجائزة أفضل تصميم لطائرة بدون طيار في المسابقة الدولية الخامسة لابتكار وتطوير المعدات غير المأهولة، وتأهل للمسابقة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية SAE. والتفاصيل هنعرفها من الدكتور أحمد بهاء خيري المشرف على فريق أليكس إيجل. صباح الخير عليك يا دكتور، ولو تقول لنا كده تفاصيل المشروع، أنتوا قد إيه في المشروع، طلبة ودكاترة، يعني تقول لنا كده تفاصيل كل المشتركين في المشروع، وطبعا مبروك لحضراتكم. صباح الخير يا فندم، وشكرا جزيلا على اهتمامكم ومتابعتكم. فريق أليكس إيجلز هو فريق من شباب وشابات كلية الهندسة جامعة اسكندرية بتخصصات علمية مختلفة، والحقيقة الفريق بيعمل خلال فترة تمتد حوالي 10 سنوات، وبدأ ممارسته للتحكم عن بعد بما يسمى موجات الراديو في طائرات الدرونز. وطائرات الدرون زي ما حضرتك بتسمع عنها كتير حاليا في مختلف الأغراض والأسباب. النمط أو التصميم اللي شبابنا شارك بيه بدأ بالحقيقة طموح شديد ومشاركة فعالة في أكبر مسابقة من نوعها بتجري على مستوى العالم في مقاطعة فلوريدا الأمريكية كل سنة. المشاركة تمت خلال السنوات الماضية، والفريق قدر يحقق مراكز متقدمة جدا، كان أحسنها هو المركز الثاني على مستوى منافسة 63 دولة من مختلف دول العالم. والفريق اللي تقدم عليه فقط هو فريق إحدى الجامعات الأمريكية الكبرى، واستطاع أنه يحصد هذا المركز وتراوح مكانه بين المركز الثاني والمركز الثالث. الحصول على المركز الأول تم في مسابقة هامة جدا نظمتها الكلية الفنية العسكرية المصرية خلال الصيف الماضي، وشارك فيها أيضا عدد وافر من المهتمين. نعم دكتور، عاوزين نعرف المشروع ده استغرق وقت قد ايه علشان يتم تنفيذه، وايه الجديد؟ يعني معروف ان الطائرات دون طيار او الدرونز بشكل عام هي طائرات موجوده وتكنولوجيا موجوده، ويمكن ابهرتنا في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم بالعروض اللي شفناها ليها. ايه الجديد اللي قدمتوه بقى في هذا المجال تحديدا؟ اللي قدمه الشباب جديد في هذا المجال، وانا بشكر حضرتك انك اشرت الى الحفل شباب العالم اللي شرفوا سيادة الرئيس، وما يتم فيه من أهم الظواهر العلمية المرتبطة فيما بعد الثورة الصناعية الرابعة. صحيح. اللي مصر تتواجد فيها سواء على أفق متطلباتها أو على أفق الذكاء الاصطناعي اللي هو أهم ثمارها اللي بيتم ممارستها. الجديد في الفريق ده هو 3 حاجات مهمة جدا. أولاً، هؤلاء الشباب والشابات مارسوا هذا من خلال هواية تغلبت عليهم وحولوها إلى مشروع طموح بيتم تطويره كل سنة. صحيح يا دكتور، يمكن حضرتك قلت نقطة مهمة، مسألة أنه مش أول مرة الجامعة تشارك لكن المراكز مختلفة لحد الفوز بالجائزة. بالضبط يا فندم، ده عنصر المنافسة حضرتك وصفتيه، وده إحنا في الجانب الهندسي والعلمي بنعتبره مهم جداً لتحقيق طموحات الشباب، ولعل ده محور من المحاور الهامة اللي سيادة الرئيس كان بيخاطبها دايما خلال خطاباته مع الشباب وحديثه خلال اللقاء الأخير لشباب العالم. البعد الثالث والمهم جدا هو أن الجهود الذاتية بتدعم المجال الهام جدا لريادات الأعمال، والرغبة في أن الشباب أو الشابات يشاركوا بهذا النمط من التفكير لا تقليدي في تطوير منتج يعتبر من منتجات التحدي على مستوى العالم. صحيح. طائرات الدرونز الآن لها أجيال عديدة، لها استخدامات غير حصرية. تتراوح ما بين الاستخدامات المدنية المختلفة إلى الاستخدامات الاستراتيجية أو العسكرية. الشيء المبهر في ما حققه الفريق فريق أليكس إيجلز إنه استطاع أن يطور من تصميمه في مسابقة تعتبر التوب أو مسابقة الريادة في المجال، وأنه يحصد هذه الثمار
بشكل يعني يسجل له خلال مساهماته المتتاليه. ده بعد بيضاف. اتفضل يا فندم. عاوزين نعرف ازاي تم اختيار اعضاء الفريق بقى. احب اقول لحضرتك على معلومه مهمه الحقيقه. ما تمش اختيار اعضاء الفريق. الفريق فتح من خلال مبادره من الشباب ذاتهم، ولا يدعي احد ان هو اللي عمل الفريق، لا انا ولا زميلي الفاضل عليه رحمه الله. اللي سبق واسس الفريق الدكتور محسن عثمان الاستاذ في الكليه، ولكن هؤلاء الشباب والشابات بادروا من انفسهم بتكوين الفريق من 10 سنوات. طيب دكتور احمد، ماذا تقدم الجامعه ليهم؟ الجامعه الحقيقه مبادرتها يثنى عليها بشده. والجامعه استطاعت من العام الماضي انها تتبنى جهود الفريق وتدعمه على كل مستويات، سواء التمويليه او الاداريه او تسهيل الاجراءات والفيزا او المتابعه والتشجيع. ودي عناصر زي ما حضرتك عارفه بتبقى هامه جدا طبعا في دعم الجهود. حضرتك شايف النوع ده من الجوائز بيأثر ازاي على الطلبه داخل الكليه لما يسمعوا ان في فريق من الكليه تأهل وفاز بجائزه كبيره زي دي؟ عوائد ده نفسيا على الناس جوه الجامعه عامله ازاي؟ له ابعاد عديده، يمكن اهمها ان هناك فرق اخرى الان بدأت تتكون وبدأت تمارس نشاط موازي ومنافس مع نفس الفريق او مع متطلبات المنافسه الدوليه في مجال الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد. ده نتيجه مباشره. النتيجه الثانيه المهمه يا فندم هو ثقافه الابتكار والابداع. جامعه اسكندريه لم تتردد ان تمنح هذا الفريق جائزه الجامعه لهذا العام في الابتكار والابداع، تقديرا لما حققه ودعما طبعا للشباب واشعارهم بأن مجهودهم إذا كان مقدر فيما بين مؤسستهم وكليتهم العلمية فإن ده مدعاه إلى شعورهم بالثقة والحماس للتطوير والتفوق. بكل تأكيد الدكتور أحمد بهاء الدين المشرف على فريق أليكس إيجلز، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا النهارده.